هماكو مرادف للمثل الشهير نفس الطاس ونفس الحمام؟ الجواب إيه أكو، أو بالعملية السياسية تحديداً، وهو تريد توافق أخذ توافق، تريد أغلبية سياسية أخذ توافق. جبناها من الأخير وراح نرجع لها بالأخير، وهي خلاصة ما يشاع من تخوف من أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى توترات وفوضى، بحال تم الطعن بالنتائج أو حاول طرف معين ينفرد بتشكيل الحكومة وقيادة المرحلة. نفس المخاوف شفناها بالدورات السابقة، بس بالنهاية نلقى نفسنا رايحين لنفس المعادلة، انت هص وانا هص وتعال نقسم بالنص. هسه خلونا ننزل للواقع ونحسبها حساب عرب. وين خاتل شيطان الفوضى المزعومة؟ أولاً خاتل ورا صناديق الانتخابات، لأنه هالمرة التوقعات تشير لصراع جبابرة، ومرجح تصير عمليات تلاعب تتبعها اتهامات بالتزوير. بس القوى السياسية نفسها سوت حل استباقي ووقعت على مدونة السلوك الانتخابي، لذلك خلينا نحسن الظن ونتوقع التزامهم بما ألزموا به أنفسهم. إذن ليش التخوف؟ الجواب إن الخوف جاي من تقارب الحجوم المتوقع، وهذا معناه الاضطرار لاختيار أحد طريقين. أما التوافق اللي عودونا عليه الجماعة طيلة 18 سنة والكل يصعدون بالكية ويروحون للخضراء على حب الله، شيعة وسنة وكرد، أو طريق الأغلبية السياسية. هسه إذا جبناها على الكرد ما عدنا أي معطيات تشير لتغيير كبير بموقفهم من تشكيل الحكومة وإدارة البلد للسنوات الأربع القادمة. كالعادة راح يكونون بحزبيهم التقليديين عنصر أساسي بالمرحلة القادمة، خصوصاً أن هناك ملامح اتفاق واضح بين البارتي واليكتي. أما المكون السني فممكن جداً نشوف جزء منهم يقاطع الحكومة مجبراً ويروح يصير معارضة، وماكو أي خطر من هذا السيناريو. طيب وين متوقع يصير التوتر؟ هسه جينا على الجرح، والجرح هو الطرف الشيعي، أم الولد مثل ما يسمون نفسهم، المقسوم حاليا بين جبهتين أساسيتين. الأولى تسمي نفسها قوى الدولة والإصلاح وتضم التيار الصدري والحكيم والعبادي، في حين يقف في الخندق المقابل جبهة محور المقاومة اللي تضم الفتح ودولة القانون والفصائل المسلحة اللي عدها أذرع سياسية، يعني باختصار القوى القريبة من إيران. عموماً المتوقع هو تقارب عدد المقاعد اللي ستحصل عليها كل جبهة. وإذا حجينا بالأرقام، فالمتوقع أن تحصل جبهة التيار الصدري والعبادي والحكيم على 70 مقعد مجتمعة، وأن تحصل جبهة الفتح دولة القانون والأطراف الأخرى على 70 مقعد أيضاً. الخوف من التوتر اللي يلي الانتخابات جاي منين؟ الخوف جاي من أنه كل جبهة هالأيام جاي تعلن في خضم الصراع الانتخابي أنه هي رايحة وحدها للكرد والسنة لتشكيل حكومة أغلبية سياسية. والخشية من التوتر تكمن في أن حكومة يكون محورها الشيعي الصدر والعبادي والحكيم ويشاركون الكرد والسنة ويدفعون الفتح ودولة القانون إلى المعارضة، أو السيناريو الآخر وهو أن يكون الفتح ودولة القانون هم المحور الشيعي اللي يقود المرحلة، وبذلك يدفع بالتيار الصدري والعبادي والحكيم إلى المعارضة. وهنا فقط ستسكب العبرات، لأن واحد منهم عنده سلاح والثاني عنده شارع، يعني كبريت ينبرميل بنزين. بس لا تخافون رجاءً، مو الشيعة اللي يسمحون بالكبريت يجدح يم البنزين، والسبب إن هناك ناظم شديد التعقيد لا يسمح أبداً بالوصول إلى حافة الهاوية. المنظومة الشيعية قائمة على هذا المبدأ، النجف، طهران، العقلاء، شو تسموها سموها، بس هي اللي تحكم الجسم السياسي الشيعي ومخليته يمشي على السكة باتفاق معلن أو سري. لذلك
لا أحد يتوقع تصير فوضى فيما يخص علاقة القوى السياسية فيما بينها، ولا أحد يتوقع أيضاً أن تصير حكومة للصدريين بدون الفتح، ولا للفتحاويين بدون الصدر. إيه يجوز يتأخرون يعبرون التوقيتات الدستورية، بس بالتالي يصعدون بنفس الكير. لا بل إذا أكو إمكانية لحدوث توتر فهي اللي ربما تتفجر من القوى الشعبية المعارضة، اللي راح تشعر بخيبة أمل عظيمة من إعادة إنتاج النظام السياسي، ويجوز تتجدد تشرين بصيغة أخرى. يجوز. هسه شنو النتيجة؟ النتيجة قلناها بالبداية، مرادفات نفس الطاس ونفس الحمام هواية، شيني وشيلك، استر علي واستر عليك، انطيني باليمنى وانطيك باليسرى. يعني تريد توافق اخذ توافق، تريد اغلبية سياسية اخذ توافق، وهذا لعبنا ولا تقول استهتار.